بنحاول نجتهد في ظل الظروف الصعبة اللي بتشوفها الأندية الجماهيرية. أنا بحذر في البداية، أنا بحذر الدولة من انقراض الأندية الشعبية. مش هتلاقوا أندية شعبية تاني، يعني إلى حد ما الأهلي والزمالك هيفضلوا قاموا عشان الأهلي والزمالك، إنما هيجي مع السنة هيتداس عليهم. فانت دلوقتي لو ما حافظتش على الاتحاد والاسماعيلي والمصري، المحله كده كده يعني ظروفه بيطلع وينزل، ممكن تلاقوش تاني. والله مع احترامي ليهم، انا ناس كل التقدير ليهم والاحترام ان هم قدروا يقاوموا وقعدوا السنه دي، يعني حاجه جميله. انما بتكلم ممكن في ثانيه ما تلاقوهمش. الاتحاد والاسماعيلي والمصري لو الدوله ما وقفتش معاهم هيداس عليهم، مش هتلاقيهم. هتلاقي الأندية كلها، الدوري بتاعك بيتلعب أهلي وزمالك وشركات، يعني أهلي وزمالك وشركات، مع احترامي للشركات كل بيجتهد وكل بيعمل نادي خاص يا عم فوق دماغنا، بس في الدولة فين؟ مين الأندية الشعبية هتنقرض؟ احنا دلوقتي بنيجي نخش، وبعدين المشكلة يقول لك مستقبل الوطن، ده حزب تبع الدولة موجود، ازاي يعني مع احترامي ليهم ناس كلهم جمال، طب ما تدعموا الأندية الشعبية بدل ما انتوا واخدين نادي وعمالين تضخ بفلوس وفلوس وفلوس وشركة مش عارف ايه عمالة تضخ، واحنا طب الأندية دي تعمل ايه؟ تاكل زلط؟ يعني الأندية الشعبية تقعد ازاي؟ الاتحاد يقعد ازاي؟ والمصري يقعد ازاي؟ والإسماعيلي يقعد ازاي؟ وبعدين بتعمل لما تيجي حتى تعمل الشركة الراعية بتفرق فلوس على الفلوس بتتساوي على الكل، طب فين تاريخ؟ المفروض الأندية الشعبية يبقى ليها أرقام، يعني مثلا لو النادي الشعبي 50 مليون يبقى النادي الشركات عندهم دعم، ما ياخدوش الدعم، فخد الدعم الأندية الشركات على الأندية الشعبية. أنا بتكلم مثلا، فقبل ما اتكلم في الموضوع ليه بقول لك الكلام ده؟ لان احنا بنشوف معاناه، والراجل الاستاذ محمد بصول رئيس النادي راجل بيصرف على كذا لعبه، منهم نمره واحد الكوره، وبعد كده الباسكت والالعاب الثانيه. فهو هجيب فلوس ازاي عشان تقاوم الضغط الرهيب والصراع الرهيب مع الانديه الشركات اللي معاها فلوس، عشان اشتري لعيبه، عشان اعزز الفريق بتاعي او ادخل عناصر جديده واحمل احلال التجديد، ما عايز اجيب فلوس. فاحنا يعني حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نشوف عناصر على قد الامكانيات بتاعتك الماديه وعلى قد القوه اللي موجوده الماديه للنادي الاتحاد والاستاذ محمد مصلحي، ان احنا قدرنا ندعم، وبنحاول يعني في كل الظروف ان احنا نقاوم مع الانديه دي، ان احنا ناخد لعيبه تبقى موجوده تشيد، عشان زي ما بقول لك اللي جاي يبقى مفرمه، اللي ما كانش واقف على رجله ولا عنده امكانيات هيتداس عليه ويتفرم. فانا انا 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 منحاز للانديه الجماهيريه، حتى لو انا ماسك نادي خاص او نادي شركات، طول عمري بقولها ان الانديه الشعبيه بحبها وبحترمها وبخاف انها تبقاش موجوده. انا موجود في نادي سواء موجودين في نادي شعبي او نادي مش شعبي، انا على طول عاطفه مع للانديه الجماهيريه. فدي رساله للدوله، فلو سمحتوا يعني ايه نحاول يبقى في تدعيم، وحاول يبقى في وقفه كويسه في ظهر الانديه الشعبيه، عشان ما تروحش وهتلاقوا مفيش الا الاهلي والزمالك في الاخر، وبعد كام سنه مش هتلاقوا